مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وفي حلقة جديدة من فقرة كويك بار. لؤي ساهي يفتح قناة جديدة على اليوتيوب باسم فرنش لوي اللي راح تكون فيديوهاتها باللغة الفرنسية. مو بس هيك، فلؤي كمان فتح حساب على الانستغرام بنفس الاسم وبنفس الفكرة. اما الصفحة الرسمية لليوتيوب فنشرت صورة لليلى مراد خلال جولتها بديزني لاند بباريس، وكتبوا بما معناه ملكة القصر زوروا حساب صانعة المحتوى ليلى مراد باليوتيوب للسفر والفتنس والفلوغات، وحطوا كمان رابط قناتها بالبايو. صفا سرور حضرت مبارحة ايفنت ماركة العطور والمكياج لونكوم بباريس، واليوم كان اخر يوم لها بفرنسا. اما موها فهو متواجد حاليا ببالي باندونيسيا للاستمتاع بالعطلة الصيفية واخذ بريك قصير عن تنزيل المقاطع باليوتيوب. اما اميرة ريا فهي متواجدة حاليا بلندن لحتى تاخذ دروس اللغة الانجليزية في الليدر العالمي للدراسة والسفر بالخارج EF Algeria. اما نارين بيوتي فرح تعمل شي جديد باسنانها، فنشرت هاي الصورة مع طاقم دكاترة الاسنان اللي راح يساعدوها للحصول على اجمل ابتسامة بالعالم. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.